سنحقق كل محال ونهزم الأعداء في ساحات القتال. سنلقي الأشرار دروسا في معاني النضال. فنحن فرسان الميزان فيروسات تبيد الأرض والحياة. في عزم من حديد سنواجه الطغاة. أما الشيء الأكيد فلن نحني لهم هذه الجيبة. ويلناكم يا أعداء الحياة. نحن هنا جيوشكم لن تمر. نحن الحمى نحن ناقص ومر. بلسانينا سنريكم ما لا يصر. نحن هنا جيوشكم لن تمر. نحن الحمى نحن ناقص ومر. بلسانينا سنريكم ما لا يصر. فالخير دوما في النهاية يصر. كان هذا ممتعاً أليس كذلك؟ أجل أنتما بخير؟ أكثر متعة من مدينة الملاهي. ماذا عنكم؟ أنتم بخير؟ الغبار كثيف جداً. الحمد لله لم ينكسر أنبوب الاختبار. لكن أين نحن؟ نحن داخل كهف وهناك ضوء غريب يأتي من الأعلى. إنه الضوء الذي رأيناه سابقاً. هناك كريستالة في الأعلى. إنها الكريستالة السحرية الحقيقية. الحكيم أبراهام كان يقول الحقيقة. عن ماذا تتحدثان؟ أجل أخبرانا. يتحدثان عن وردة الصحراء التي تحمي كل الأطفال. الأسطورة تتحدث عن مكان سري في القرية إدوارد. والمخبأ السري هو قلب رودينيا، المكان الذي نحن فيه الآن. إذن هذا ما كانت الفيروسات تبحث عنه عندما هاجمت روهيندي. كانت تعلم أنها تقترب. البشر هنا، ماذا؟ لكن ماذا تريد الفيروسات من الكريستالة؟ ما الشيء المميز فيها؟ للأسف لا نعلم لماذا تريدها. إن كانت بهذه الأهمية للفيروسات علينا أن نحميها. جاهزون لخطة جديدة؟ قد يكونون هنا متهيئين للهجوم. لهذا علينا التسلق للأعلى والحصول على الوردة الصفراء، لكن قد تكون مفخخة. هذا صحيح، قد نتسبب بحدوث زلزال مثلاً. أو قد تنهار الجدران. دائما متفائل. ما أريد منكم عمله هو مراقبة تحركاتي وإبعادي عن تلك المسامير. ماذا؟ أبي، قد تكون تلك الكريستالة مفتاح كل شيء، ولن أسمح للفيروسات بالحصول عليها. كيف ستقيسها؟ ليس هناك ما تتشبث به لتسلق العمود. تأكد من متابعتي في كل خطوة لأبتعد عن تلك المسامير، فهمت؟ سوف آتي معك. الأفضل أن تبقي هنا نيلا، فهذا خطر جداً. بدأنا المغامرة معاً، ولن أدعك تفعل هذا وحدك إدوارد. جيد. أثناء صعودي أنا ونيلا أحتاجكم للمراقبة، أفهمتم هذا؟ بالتأكيد، لن ندعكما تغيبان عن أنظارنا. حسناً. سمعتما الآنسة، هيا إلى هناك. حسناً، وأنا أيضاً. يا له من ضوء مذهل. مذهلة حقاً. إنها ليست مصدراً للضوء وحسب، بل لطاقة ما. ربما هذه الطاقة هي مصدر القوة للواحة بأكملها. هناك قطعة سقطت من الكريستالة. بل قل تكسرت. ما الذي قد يسبب هذا؟ الفيروسات كانت هنا. ولكن لماذا لم تأخذ الفيروسات الوردة؟ قد يكون للكريستالة قوى دفاعية خاصة. إدوارد، علينا إخبار الآخرين. إدوارد، إنه زلزال. تماسكي. سنسقط. ابدأي يا نيلا، لا عليك. هذا هو زلزال. تنحى. ماذا يجول في خاطرك؟ سندمر العمود.
يسقطون ويموتون. نيلا والبروفيسور، الفيروسات تهاجمهما. علينا إيقافهم قبل أن ينهار العمود وإلا سيموتان. سأتولى أمرهما. أنت اهتم بالأولاد. ديفيد سيتولى أمر الفيروسات، جورج وأنا وأن سننقذ نيلا والأستاذ. ها 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 ها. لنهاجم المتحول. محاولة جيدة. الدرع الماسي. ساعدونا. العمود يتفتت، ما هي الخطوة التالية؟ أنت نيلا وأنا سأساعد البروفيسور. حسناً، أأنت مستعد؟ مستعد تماماً، هيا. شكراً لكم، ماذا سنفعل الآن؟ هيا بسرعة، علينا أن ننزل من هنا، قد يتفتت العمود في أي لحظة. ليس من دون الكريستالة، لا يمكن تدميرها. لا يوجد وقت، علينا أن نغادر. اتبعوني للأسفل، هيا. الحبل. أريدكما أن تبقيا هنا، هل تفهمان؟ لا تغادرا. نريد أن نساعدك. إن أردتما المساعدة ستفعلان ما أطلبه منكما، ابقيا في الكهف إلى أن نهزم الفيروسات. حسنا. يبدو أن ديفيد بحاجة لمساعدتي. لا، العمود على وشك الانهيار. نيلا وأليس ما زالتا في الأعلى. هي، أتحتاج مساعدة؟ إن التفت الفيروس ورآني فلن أستطيع الدفاع عن نفسي وأنا في هيئة البشرية، علي أن أفاجئه إما الآن أو لا. لن أفعل ذلك لو كنت مكانك. متحول آخر. أليس، نيلا، هل أنتما بخير؟ لم نصب بأي كسور، جراح فقط. آه، ذراعي. ما المشكلة؟ هل كسرت؟ الكريستالة خدشت ذراعي، لكنني بخير. دعيني أرى. إنه جرح صغير، لكن يجب الاعتناء به. لقد أغلقوا طريق الخروج. أستطيع الالتفاف حوله. ربما لا. نحن معزولون عن الآخرين. كيف سنصل لدايمر وزوبرون إن احتاجا مساعدة؟ وانطفأ ضوء الكريستالة. وردة الصحراء هذه مصدر ضخم للطاقة، قد يؤدي هذا إلى كارثة كبيرة. علينا أن نجد مأوى لنا جميعا. لا، أنت وجورج حاولا الوصول إلى ديفيد وزوري، ونحن سنحرس الكريستالة. خطة جيدة إدوارد، سنأخذ الوردة إلى مكان آمن، والآن هيا تقدما. لقد كسروا العمود. لنأمل أن الآخرين بخير. الاختفاء. اختفى، يا له من جبان. قد يكون فخان. حركة جيدة. أيها البشري اتركني. الانزلاق. هذا سيعرقله قليلاً، هيا. قوتهم لا تصدق، لو استطعت زيادة قوتي بواسطة الكريبتوس، لكن كيف؟ حسناً حسناً، الحظ يبتسم لي. ترى ماذا ينوي؟ لا أعلم، لكن لا يبدو هذا جيداً. يا
كان قريبا جدا. الدرع الماسي، ربما تود أن تطلب دعما. حاول أن تشغله. الزهق. أتودون اللعب؟ بكل تأكيد. ما رأيك أن تبقي خلفي هذه المرة فأنت مصابة؟ لكنه مجرد خدش. حسنا، لكن كوني حذرة. التحول! التحول! ها! أتساءل لما لم يعمل التحول؟ هل له علاقة بالخدش؟ ها؟ أليس؟ هناك خطأ ما! سأعود لحماية نيلا والبروفيسور. أي مساعدة ستقدمها ستكون موضع تقدير. لنرى كيف يواجه هجمة من طرفين. اللمعان! فوضى. أجل، احتفالكما سابق لأوانه. انظرا. ها؟ لا، واستر حرر نفسه على ما يبدو. أيتها الفيروسات، اخرجي أينما كنت. ابتعدوا عن الكريبتوس. واخيرا. تماسكوا، امسكوا بيدي. هيا، لا يوجد وقت، احصلوا على الكريستالة. لن نغادر من دونكم بني. لن تكون لحياتنا أهمية دون تلك الوردة. ها؟ سنحقق المحال ونهزم الأعداء في ساحة القتال. سنلقي للأشرار دروسا في معاني النضال. فنحن فرسان المزاح، فيروسات تبيد الأرض والحياة. بعزم من حديد سنواجه الطغاة. أما الشيء الأكيد فلن نحني لهم هذه الجيبة. ويلناكم يا أعداء الحياة، نحن هنا جيوشكم لن تمر. لحمنا قاس ومر بلساننا، سنريكم ما لا يسر. نحن هنا جيوشكم لا لن تمر. لحمنا قاس ومر بلساننا، سنريكم ما لا يسر. الخير دوما في النهاية.